رغم ان الرسول عليه الصلاة والسلام اوصى بيها وبيقول ان هو يعني بتجلي العين، بتجلي العين يعني بتحسن النظر وبتكثف الرموش وبتنبت الشعر. على فكرة بتاع الرموش حلوة جدا، وصفة حلوة. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل تجربة حلوة جدا وانا بعملها من زمان، بصراحة بتفرق جدا معايا في العينين، وبصراحة بتضيع الاكتئاب. ان لما بتكوني كده عايزة تعيطي كده ممكن تعملي الطريقة دي، وانا غير مسؤولة عن الطريقة دي، تمام؟ علشان اصلا انا عارفة ان زمايلي الدكاترة بتوع العيون لو شافوني بعمل الفيديو ده هيقطعوني، انا عارفة. اول حاجة انتي بتحتاجي الفرشة العادية اللي هي بتاعة الميك اب الرفيعة دي، لازم تعقميها كويس، تغسليها كويس جدا جدا من اي ميك اب او اي بواقي ميك اب، تمام؟ ويعني هتحتاجي الكحل المغربي، حاولي تجيبيه من مكان موثوق. عشان كده بقولك انا غير مسؤوله. ليه غير مسؤوله؟ لان انا واثقه في المكان اللي انا جبت منه الكحل ده، تمام؟ يعني بحبه، لكن هو الفكره كلها ان انا اخاف ان انتي تستعملي حاجه ما تكونيش جايباها من مصدر موثوق، ويعني تدعيش عليا. انتي تعملي لايك واعملي سبسكرايب واكتبيلي في الكومنتات اي سؤال انتي عايزاني اقولك عليه او اجاوبك عليه. معاكي هبه ليا خبره كبيره في مجال الادويه ومجال التجميل، هقدر افيدك بشكل كويس جدا علشان تقدري تختاري روتين العنايه الصح. طبعا انتي بتبلي الفرشه اللي هي الرفيعه دي بالميه، ويفضل ميه من الفلتر او ميه معدنيه. شوفي بقى هنحط ايه، شوفوا هيحصل فيا ايه. انتوا هتتفرجوا على حاجات غريبه في الفيديو ده، يعني انتوا هتشوفوني بعيط فعلا. بس احلى حاجه بقى انه بيطلع الاكسس تيرز او الدموع المحبوسه جوه، معرفش هو سحر دكاتره عيون معارضينه ليه معرفش، بس انا بصراحه ما ضرنيش عينيا من سنين بعمله. بس اعمليه بطريقه بروفيشنال او اعمليه بطريقه صح. بتجيبيه على طرف عينيك كانك بتحطي اي شادو لعينيك، شايفين اصلا بيدي شكل حلو جدا. وفي اخر الفيديو هتلاقوني عينيا احمرت شويه بس مرتاحه، عينيا كده اللي هو ايه، خدت البياض بتاع العين او بدات تحرقني. انا طبعا بعلق لكم عشان انا وانا بعمل الفيديو ده اكيد ما كنتش هقدر ان انا اتكلم خالص، كنت هبقى مخنفه جدا. بتحطي كده بالراحه، تمام؟ وحاولي ايه، مش عايزه اوصف لفين عينيكي على بعضها، مش عايزه اوصف لكم الاحساس جميل قد ايه. هو حلو حلو على فكره والله. يعني انا من الحاجات، انا طبعا بحب انواع كحل كتير زي مابلين، زي ريميل لندن، زي فوريفر 52، زي فلورمار بحبها جدا جدا، زي ايفون، زي اماندا، حاجات كتير. ويعني بس ده تعمليه لما تنزلي، لكن ده تعمليه لما تكوني قاعده في البيت عندك اكتئاب كده وعايزه تعيطي ومش لاقيه سبب ان انت تعيطي، فايه، فهتخلي حد يعيطك. الحد ده هو البطل اللي معانا، الكحل المغربي، ورخيص جدا على فكره وسهل. في ناس بيعملوه بميه البصل، بيجيبوا في ناس والله بجد بيعملوه بالميه بتاع، يعني بيجيبوا كده عود كبريت ويقوموا غرزينه في البصلايه ويقوموا حاطينه جوه العين. يعني بس انا يعني حاولت اعمل كده في مره تعبتني شويه، يعني انا ما بستحملهاش قوي. شفتوا مع الوقت على فكره بتطلع الاكسس تيجو، او بيقولوا عليها اللي هي بالعربي كده بالبلدي يعني العماص، بتطلع الزياده، العماص اللي مدفون جوه يعني جوه عينيكي. انا نفسي اعرف دكاتره عيون معارضين ليه الطريقه دي، رغم ان الرسول عليه الصلاه والسلام اوصى بيها وبيقول ان هو يعني بتجلي العين، يعني بتحسن النظر وبتكثف الرموش وبتنبت الشعر. على فكره بتاع الرموش حلوه جدا، وصفه حلوه، وهي وصف بلدي بس حلوه، انا بالنسبه لي امنه. عشان كده انا وعدتكم اي حاجه هنعملها على القناه هنا او على اي منصات هتكون وصفه امنه، لازم تكون حاجه امنه. طبعا الفرشه دي من الشركه عندنا، لو عايزاها برضو هتلاقيها في صندوق الوصف، كل الاكسسوارز وكل الحاجات انا شخصيا من الشركه عندنا، كل حاجه موجوده في الفيديو ده من الشركه عندنا. اعملي لايك، بصوا بقى يعني شوفوا هيحصل فيا ايه. ده الكحل اهو، ده البطل اللي انا بحبه عندنا برضو في الشركه. بس ايه، انا بالنسبه لي لازم تجيبيه من مكان موثوق. يعني اكيد هو بيتباع عند العطارين، بس هاتي يعني روح عند عطار محترم، تمام؟ وهتقولي له الكحل الاسود الحراق، الكحل الاسود الحراق. بفضل بقى ايه،
يعني احاول احط في الجزء اللي فوق، يعني انتي بتحطي تحت. انا طبعا مش بعمل زي الناس التانية خالص ان انا احطه كده بالزق جوه عينيا، ده خطر جدا، ممكن يعمل لك جروح اصلا جوه عينيكي، ممكن يبقى خطر على عينيكي نفسها. يمكن عشان كده دكاترة العيون بتحذر منه. طيب ليه دكاترة العيون بتحذر منه رغم ان هم بيقولوا ان البصل والحاجات اللي هي يعني البصل والدموع اللي بتطلع من البصل وبشر البصل يعني عادي مفيد جدا للعين. طب ما هو ده برضو مفيد جدا وكل دكاترة العيون اللي كنت بكشف عندهم وقتها، وبعد انا بدأت اعملها بعد ما الليزك عدى عليه فترة كبيرة 10 سنين ولا 12 سنة، ما حسيتش ان في اي ضرر ولا اي مشاكل حصلت لعينيا، بالعكس ببقى طلع كده عينيا مبسوطة وشايفة الدنيا بشكل اوضح ورموشي بتتقل وبتطول، ودي احسن وصفة لتتقيل الرموش، انا شايفها احسن وصفة لتتقيل الرموش. حرقان مش جامد يعني، مش يعني عادي زيه زي ميه البصل، زي ما كانك سوري زي البصل نفسه. ميه البصل ايه؟ زي البصل، زي ما بتقطعي بصل بالظبط، شايفين؟ بس بجد والله يا جماعه فعلا بتفرق جدا في شكلك اصلا، بتثبت معاكي يومين وبس. حاولي تجيبيه من مكان موثوق، حاولي، عشان انا غير مسؤوله خالص عن اللي هيحصل لعينيكي والدموع والحاجات دي. انا بحاول ادخله جوه، بحاول ادخله جوه عينيا، بحاول يعني اخليه كده، يعني بحاول على قد ما اقدر ان انا يعني هتحطي تحت وتحطي فوق، هتشوفوا الشكل النهائي. عايزه اقول حاجه، لما بتعملي اشتراك بيوصلك كل ترند جديد او كل وصفه جديده او كل برودكت وريفيو جديد، انا بصرخ هنا بكل برودكت جديد، انا هنا بتنطط مش بصرخ، بيوصلك كل حاجه جديده في التجميل، وكل بنت بيهمها التجميل، فيعني هتبقى حاجة جميلة منك ان انتي يعني تعملي اشتراك ولايك وتسأليني في الكومنتات، هجاوبك طبعا وهجاوبك بكل يعني بكل خبرة كويسة تفيدك. انا ببص فوق عشان اتخلص من الاحساس الوجع ده، بس هو احساس حلو هيخليني باندا شوية، بس بعد كده هيخليني زي القمر يعني، انا شايفة. وبقولولي رأيكم برضو في الكومنتات على الشكل الاخير اللي هيظهر بيه. انا طبعا يعني هحاول اسرع لكم الفيديو بحيث ما يطولش عليكم اكتر من كده، وهنشوف النتيجة وهتشوفي ازاي تمسحيه. اوعي تغسلي وشك، استني بقى عشان نسيت اقولك حاجة مهمة قوي، اوعي تغسلي وشك لما تعملي، طبعا لازم تكون بشرتك نظيفة ومش حاطة اي ميك اب، ومتغسليش وشك بعد البتاع دي عشان ما تحرقكيش بزيادة، لو جبتي اصلا مية على عينيك هتحرقك بزيادة. انا بحاول ابص للمراية علشان على قد ما اقدر يعني ايه، بحاول، انا كنت هتجنن يعني، بصوا حتى الدموع واصلة لرقبتي اصلا، شفتوا؟ يلا لايك بقى عشان خاطر التجربة الرهيبة الجميلة دي. بس فعلا عمركم شفتوا حد على اليوتيوب جرب التجربة دي؟ قولولي بقى في الكومنتات انتوا جربتوا الكحل ده. انا بالنسبة لي لو الكحل ده حد من دكاترة العيون زمايلي شافوه والله العظيم بصوا يعني هيقطعوني، مش هيكلموني تاني. ويعني لو سمحت يا جماعة لو شفتوا الفيديو ده يا دكاترة العيون ما تعملوليش حظر لو سمحت هيقطعوني. انا عارف بتجيبي قطن، القطن المصري العظيم ده، وتبليه مية وتعملي بطريقة جنتل على بشرتك، بتشيلي الاكسس او الزيادة، تمام؟ شايفين بقى المنظر الجميل للقمر ده؟ شايفين الكحل الكيوت؟ على فكرة بيفضل ثابت يومين تلاتة اربعة خمسة، بيبقى شكله حلو والله. هي وصفة بلدي، والناس هتقولك او بلدي او الجو ده، بس في حاجات بلدي بتبقى حلوة يعني، مش كل حياتنا هتبقى فرنج يعني، في حاجات بلدي بتبقى جميلة، ودي من الحاجات اللي انا حبيتها بصراحة يعني. شايفين يعني حاولت ان انا يعني احط تاني، يعني ما حرمتش. ليه بقى بحط تاني؟ قولولي ليه. انا يعني بطلع كل الدموع اللي جوه عينيا، كل الدموع اللي جوه عينيا. كنت صاحية كده عايزة اعيط، وعايزة اعيط، فبدل ما اتخانق تمام فقلت اعيط نفسي احسن. عارفة لما تعيطي نفسك بس من غير ما تفتكري ذكريات أليمة؟ انا عيطت نفسي من غير ما افتكر ذكريات أليمة، وطلعت الدموع اللي موجودة، وبتريح العين جدا، ما وصفلكوش على الراحة اللي انت بتحسيها بالعين. انا هنا حطيتها فوق وحطيتها على طروف عيني. خلي بالك، وخلي بالك ان الفرشة تبقى سليمة، والفرشة شعرها يبقى متساوي، والفرشة تبقى نظيفة، والفرشة تبقى مغسولة متعقمة كويس جدا، ومغسولة بمية مقطرة، لان دي عينيكي مفعش تدخلي فيها حتى مية بكلور او مية الحنفية بتاعتنا. شايفين كمية الحاجات اللي عمالة تطلع، كمية دموع، الاكتئاب بيروح، هي بتشيل الاكتئاب والله
هي جميله، هي جميله في ان هي تشيل الاكتئاب وتشيل الزعل. ما تزعلوش على اي حاجه، ما تخلوش حاجه تضايقكم ولا تزعلكم، بس احنا طبيعي، احنا بشر، شايفين احنا بشر، احنا بشر وطبيعي جدا. انا حبيت بس ان انا امسح طبقه طبقه علشان ما يركموش على بعض ويعملوا لي يعني حاجه على بشرتي او كده. بعمل بالقطن تاني. ما تخلوش حاجه تزعلكم يا جماعه، وفي حاجات كتيره بتزعل في الدنيا انا عارفه، لكن احنا بشر فبنحاول ان احنا نطلع من الزعل. اطلعي من الزعل باي حاجه تنفعك، اتعلمي مهاره جديده، تشوفي فيديو ترفيهي، اعملي لايك للفيديوهات. يا جماعه انتوا لما حد بيعمل لكم صينيه بطاطس بتقولوا له شكرا، لما حد بيقدم لكم وجبه جميله كده حتى لو انتوا دافعين فيها فلوس بتقولوا له شكرا. كلمه شكرا دي بقى هي اللايك اللي انتوا هتعملوه، لان ده بيفرق ان المحتوى يوصل للناس، ولما المحتوى يوصل للناس بنعمل تخفيضات دايما وبنعمل لكم ترندات هنا. يعني حتى عايز اقول لكم كمان بينزل في المناخير جدا، يعني الدموع اللي موجوده كمان عشان تعملي شير بينزل جزء من الدموع في المناخير. اساليني في اللينكات اللي موجوده في صندوق الوصف، انا نسيت، انتوا عارفين يعني اللينكات اللي موجوده في صندوق الوصف كتير. بطلع على العنوان يا حبيبتي، بتكلم بشي على العنوان قدام دكاتره زي ما تحت الوصف هتلاقيه محاضره وكده المزيد او كتير. بحاول اطلع او اي حاجه، انا كنت هنا اخواتي يعني كاننا اصحاب ونتكلم كده. قولوا لي حبيتوا انهي نوع من المحتوى، في محتوى ده وفي محتوى ده. المحتوى اللي بتكلم فيه كاني بتكلم قدام دكاتره، يمكن عشان انا متعوده بقالي فتره ان انا بشرح الادويه للدكاتره وكده وبفهمهم الجرعات، وطبعا يعني هم خبرتهم كويسه، بس طبعا يعني الشخص اللي بيبقى دارس صيدله وادويه وفارماكولوجي والحاجات دي بيبقى فاهم شويه في الجرعات والامور دي كلها، فدي طبيعه شغلي اصلا، دي كانت طبيعه شغلي. فبتكلم بالطريقه دي اللي هي طريقه بروفيشنال شويه، بتكلمي تلاقيني حاسه ان كانك في محاضره. وفي طرق تانية بيبقى في البيت بنعمل وصفه، بنعمل حاجه للبشره، سكين كير، ميك اب، الحاجات الجميله دي. هيجي لكم حاجات كتير. احنا حاليا بنعمل فيديو سبت واثنين واربع. انا ليه بقول احنا؟ عشان انا بشتغل مع فريق عمل. فريق العمل ده بيوفر لك كل منتجات التجميل اللي تهمك، وحتى كمان الميك اب والبرفيوم. بتسالينا، بتبعتي لللينك اللي موجود في صندوق الوصف. تاني لما بتضغطي على العنوان، شايفين القمر؟ والله يا قمر، والله قمر. تضغطي على صندوق الوصف اللي موجود في العنوان، تمام؟ سوري، تضغطي على العنوان يلاقي لك صندوق الوصف، هتلاقي رقم وهتلاقي لينك تواصل، انستا فيس، هتلاقي برضو واتساب، وده اسهل بكتير عشان بنتكلم وتفهميني الحاله اللي عندك، وبنتكلم فويس احسن، وبتحجزي معايا وقت ان انا بقيت يابانيه اهو. حاسه اني تمام يعني. بتعملي زي، افتكري انك لازم تنضفي الفرشه، الفرشه تبقى نظيفه جدا، ويستحسن تكون جديده او مخصصه للموضوع ده لو هتعملي الموضوع ده او بتحبيه. وشايفين، شايفين حتى هيفضل الكحل ثابت معايا كتير جدا. شكرا ليكم على مشاهده الفيديو ده. سلام.